السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حجر حلاتها حلاتها وشهيبتها وظلالها، شجرة لسان العصفور من الأشجار دائمة الخضرة، من الأشجار اللي تعيش بأشد درجات الحرارة، من الأشجار دائمة الخضرة توفير الظل، شجرة أخشاب، شجرة طبية، شكل إناقة. يا أحد المهندسين حديث التخرج، أعتقد حديث التخرج، نعم، يوصف يقول شجرة الكانو كابريس مظلومة، مظلومة، وأنه العراقيين غلطانين بقلع شجرة الكانو كابريس. هل حسبت تعداد شجرة الكانو كابريس؟ كم تعدادها بالعراق حتى نقول عليها مظلومة؟ هل كلية الزراعة اللي درست بيها وتخرجت ملعتها كمهندس زراعي، هل توجد شجرة لسان العصفور في داخل الكلية مالتك؟ هل درست بدراستك هذه واخذت شهادة الهندسة؟ شهادة الهندسة، هل درست على شجرة لسان العصفور؟ والنظام السابق جابها ومزروعة في بغداد، مزروعة في عدة أماكن في بغداد، صح يا أهل بغداد ولا لا؟ كن شايفين هاي الشجرة. قد يكون المهندس الزراعي هذا مو ما شايف بغداد وما يعرف عن شيء عن بغداد، وما شايف هاي الشجرة موجودة ببغداد ولا ما موجودة، وليش كليات الزراعة ما درست عليها حتى يفضل شجرة الكانو كابريس؟ يقول شجرة مظلومة. مو عدية تعداد في محافظتك، محافظتك خبيت بها تعداد قد شجرة الكانو كابريس مزروعة؟ لا ما خبيت تعداد. لو ما أخذ تعداد على الشجرة لعرفت قيمة هاي الشجرة كم تفرق عن شجرة الكانو كابريس. شجرة تتحمل العطش، تحمل الجفاف. البعض يقول الكانو كابريس تزرع خارج المدن، ليش ما نزرع خارج المدن؟ أي جار ذات أهمية، ذات أهمية للبيئة، توفير الظل، راحة المسافر، نشكل بأنواع بأشكال من الأشجار، صح ولا لا يا مقترحين؟ مقترحين صح ولا لا؟ تحياتي للجميع وأشكر كل من تفاعل بالجروب بكلماتكم الطيبة.